بعض المرات كنخرج نمشي لتيسه على الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم وكنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنت كنشوف مرقوش عندي وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي كنت انا واحده من هذه تيبره. خديت زعانة وفعل يالله. انا جربت هذا الشيء وهذا الفيروس سي ما بقاش عندي في الكبده. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة الحقيقة تيفي وفي برنامج لا تيأسوا. كما عودناكم في كل مرة، اليوم عندنا حالة جديدة للسيدة ساجعة توية من ولاية عين تموشنت، واللي كانت تعاني من أعراض نفسية عين سحر مس وألم في الرأس وتساقط الشعر، والحمد لله بفضل الله تعالى وبفضل منتجة الدكتور الهاشمي تحسنت الحالة تاعها. خليكم مع السيد محمد يحكي لكم على تفاصيل المرض تاع بنته والمراحل اللي فاتت عليها وكيفاش تحسنت الحالة تاعها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي محمد من عين تموشنت، الأب تاع عتوية. كانت مريضة في 2016، طاحت لي مريضة كانت فيها سحر ومس وعين، حنا ما فقنا لها شي، كانت مريضة. حنا قعدنا نشوفو، جبنا واحد الراقي قلنا بني فيها مس. جانا خطرة الأولى رقالها شويه، ما يروح عاود ولد كبا بكري، عاود جبناه نهار زاوج ثاني كيما هكاك، ثاني عاود كانت المرضي كيما هو. بون جبت واحد اخر، واحد راقي واحد اخر جا عندي للدار وشافها لي، قال لي يودي فيها مس. صح شوا قال لي ما تخبرش عليها، قال لي انا غادي نعاونك نرقي لها ونعاونك بواحد الاشبا باش دير الاستفراغ، ومن تما انت يجري عليها. قال لي انا ما نجمش. هو كي جا رقالها قال لي نضر شويه، قال لي غبن مع هذاك السيد، قعد يلقي لها نضر، قال لي نعطيك اشبه دير استفراغ وما نعاودش نولي عندك. قال لي انت دبر راسك، قال لي اختي جري عليها. بون انايا كي جاني هذاك الراقي ورقى لها عطاني اشبه قعد يدير استفراغ، صافي ديك كي خربت فيه بالاشبه كوماصل الدور يظهر. بون انا قلنا حنايا قلنا نديرو لي زاناليز ونديرو عند الطب نشوفوا الحاله تاعها كي دايره، الحاله النفسيه كي دايره، ومن ثم نتجهوا للرقيه ولا للطب الطب البديل. بون ديناها عند باش نعيروا لها، عيرنا لها كاع لي زاناليز تاعها قلناها سي بون. عاودنا لها تاع الراس ثاني كانت تنضر من راسها، قال لك سي بون الراس ما فيه والو، والصدر ثاني درنا لها ما فيه والو. قلنا صايم هذه حاجه ماشي تاع طبيب. قعدنا نجرو بها، كنا نقعدوا بالعباس، سيدي بالعباس عند واحد السيد انت راقي لاباس به. بون قعد يلقي لها مده من 2016، قعدنا معاه حتى 2017 قاعد يرقينا كان يعطينا غير الماء يرقي لها ويعطينا واحد الاشبه، بصح ما كثرناش منها، يعطينا خطره ولا زوج قلنا ما نزيدكمش. قعد هي في الدار كي تجي عندها تتحسن في الدار تولي كما بكري كما العاده. قعدنا من 2016 حتى 2017 قعد مسكينه ما تصلي، ما تبقاش تصلي، كتحط السداجه وتصلي ما تنجمش ما تصليش. كانت كيما نقولوا في فيها القلق فيها الخوف، كيما نقولوا في الماتيل ما تقبلش الناس اللي يدخلوا عندنا ضياف، كيما نقولوا ماتيل راهي مريحه كيما هكا معانا تشوفها ناضت، عندها واحد الحاله نفسيه تدهورت بزاف. قعدنا مع هذيك عامي كيما هكا. بون قعدنا نجرو، واحد النهار كنت مريح في الدار انا وامها هي تخاف مني باه تقول لي هي كتشوف القناه تاع الحقيقه تاع الهاشمي باش تنطق وتقول لنا ودي كاين واحد الدكتور هاشمي في العاصمه وعنده مركز في وهران، تخاف باش تنطق باش تهضر معانا، هذاك الدور اللي فيها ما يخليهاش تهضر. امها جات قالت لي ودي بنتها اش راه تقول لك؟ قلت لها ماشي مشكل، شي حاجه هذه لكان عندها مركز في وهران سقسوا عليه ونروحوا. واحد النهار عيطت لهم هنايا كانوا في بيرجير 2016، كي عيطت لهم قلت لهم ودي كاين مركز تما في وهران تاع الهاشمي الدكتور الهاشمي، قالوا لي واه، قالوا لي مرحبا بك. روحت عندهم تما سجلت تما وديت الجرعه تاعي الاولى. انا كي جيت ندي جرعه من بيرجير هي مورايا مرضت بزاف، عبر عليه هذاك الدور اللي كان فيها كان عارف لي الدواره جايه. سبحان الله، الله يفعل ما يشاء. كي جيت غادي انا روحت لوهران وجيت مولي انا بروحي في وهران، انا ولد وهران نقولش، كي روحت لوهران بيرجير تلفت لي. علاه تلفت لي؟ هذاك الدور اللي كان فيها كان يضرب فيا يقول لك هذا راه يجري عليها. عبا خاطش هي بكري واحد مي كانت مريضه هذيك دوزون اللي فاتت كانت ما تقبلنيش كاع،
لخاطش انا نقرا شويه قران نقرا مدنا وداك يقول لك هذا راه يعاون فيها يعرف كاع شغا يتخدم وش غادي دير وغادي تروح وهذيك هذاك المسلي فيها صعيب بزاف عانينا معاها كانت امها مسكينه ما تخرجش من الدار على الرجال تاعها تقعد معاها مسكينه الكوزينه ما تدخلهاش ما تدخل الكوزينه ما تروح السانيتير السانيتير ما تنجم تروح لها بدل في الطاسه تقول السانيتير تقول لك ما نجمش تديها امها تقوتها وتردها تدواش ما تدوش مسكينه كان غابنها بزاف ما تقاش قدقش مع على روحها كي يجوا يدخلوها للدوش كي تنوي بها تقول غادي ندوش صاي تقول لك ما ندوش نطيروا عليهم ندوشوا لها مده امين هذه من 2016 بون نولوا للدكتور هاشمي الله يخليه عليه وكثر خيره انسان فيه البركه كاع بون روحنا للبيرجير جبنا هذيك الجرعه كوماس تاكل فيها هذيك الجرعه كوماس تاكل فيها الدواء وكل شيء ودار رقيه شرعيه هذه بالاولى كوماس تتحسن هذه الاولى قالت لك باه ودي هذا الدواء فيه فائده كبيره قالت لك ما دام بيك ساعه جيب لي جرعه زدنا الزوجه بالبيرجير قعدنا نقعد واحد يوم ولا ونزيدوا وحده زدنا وحده بالبيرجير دوزيام جرعه البنت قاعد كومونسات تعمل هذاك الهضره اللي كانت فيها تهضر بزاف حبست شويه منها ولات تقعد ولات تجمع معانا شويه بصح الحاله النفسيه متدهوره مازال ما تحسنش اه بون زدنا الثالثه الرابعه كانت البنت تتحسن ولات تروح الصاليتر وحدها ولات تدخل الكوزينه شباب ما تخدمش عاد كومونسات تريح بالتدريج ولات تدخل الكوزينه ولات تساوي تفرج تلفزيون التلفزيون ما كانش تفرج والله العظيم اقسم بالله هذاك يدير التلفزيون كما كتحط راسها وبا ما نجمش باز يطفطف في الباب تنوي باللي غادي زعماك ماتيل غادي يجينا ضيف تنوي غادي يجينا ضيف للدار صاي ما تجيب تقعد معنا في الدار تما تتبدل تولي حي واحده اخرى بون درنا لها الثالثه والرابعه كما صبت تتحسن ولات تدور برا في الدار ولات ملهي ولات تقضي صوالحها حاجه خفيفه لحقنا درنا السادسه والسابعه بصح ملي كتاكل جرعه كان يقدر بها الضر كان الدور يقدر يعطى بصح زعما واحد يليق ما يحبش هذاك الدواء كي تشوف كليت الدواء تاعك وكل شيء زيد معاه ما تخاش عليها ولا عندها ما عندها ما يدير هذا غير الدور تاعه هو يبقى يدير هذوك الاعراض يخوف صحاب الدار يخوفهم يقول لك باش احنا نبطلوا نحبسوا راه فيها منا وهي لا كمل معاه الحقنا السابعه الثامنه وهي ومن طوب هذوك الجرعات الاولين كان فيها القولون العصبي وكان فيها المعده ما كانش تاكل وكل شيء من كما ستاكل بالدواء ولا تتحسن لا من القولون العصبي لا من المعده كانوا ركابيها ما تقاش توقف عليهم ولا توقف كانت كيما نقولوا في راسها يضرها بزاف كان الشعر يطيح لها الشعر كان يطيح لها بالقوه كانت كي تدوش يطيح لها الشعر مسكينه حتى ولد بالدواء تاع الهاشمي من يدير جرعات قعدت تنقص من هذاك تساقط الشعر تزيان في الشعر تاعها والشعر تاعها ولا لاباس عليه ولا ما يطيح لها اليوم لحد الان الشعر ماشي يطيح لها راهي الامه كاع راهي مليحه راه تصلي دروك راهي من حق السابعه كما تربط المصحف تقرا المصحف نورمال ما تخاف ما والو كانت كي تربط المصحف واحد الايام فاتو ديسات ما تبداش غير تقربها تهرب سداجه كي تحطها صاي ما تصليش في الدواء تاع الهاشمي في الاحشاب الطبيه تاع الهاشمي الدكتور الهاشمي الله يخلف عليه كانت من حقنا السابعه كانت البنت تتحسن كانت كيما نقولوا حنايا تصلي نورمال تصلي عادي كلشي بالبداية كانت شويه تجمع من بعد ولات تنوض السابعه ولات تنوض نوقف توقف تصلي تقرا المصحف كانت تروح للكوزينه طيب الدور تقضي الحقنا الثامنه والتاسعه قلبت روحها ولات تخرج برا كي لحقنا التاسعه جرعه التاسعه خاطش ما كانش تخرج برا ما تنجم تخرج برا عند الباب وتولي جبنا لها جرعه العشره خدمت فيها غايه ولات كل الاعراض اللي يديرهم لهذاك المس ما بقاش كيما نقولوا ماتيل حاجه خفيفه قول ما كانش راهي دوك رانا تخرج معنا برا رانا ندورو راهي باقي لها حاجه قليله برك كيما نقولوا في ماتيل بارابول السنين اللي فاتوا ماشي كيف دروك تحسنت الحمد لله ولينا نخافوا عليها بكري كوش دوك ما نخافوا عليها ما والو وليت انا كي نخرج السنين فاتوا كنت نخرج نقضي ولا نعجل وانت نولي امها مسكينه ثاني ما تخرجش بلا بيها تقعد معاها في الدار عامين ما خرجتش امها مسكينه هي تما معاها الدور بون دوك الحمد لله من حقنا الجرعه العاشره عند الدكتور هاشمي الحمد لله يا ربي رانا في الجرعه العاشره رانا لاباس راهي تصلي غايه تقرا المصحف راهي تصلي الفجر راهي كما نقولوا تخرج الضيف اللي يجي يستقبله نورمال تسلم عليه جماعة معاه كلشي هذاك الضيف ما ترهبش منه كان فيها القلق بزاف هذاك القلق والخوف هو اللي ضرها في القولون العصبي وضرها في المعده هذا الخوف واعر شويه دروك الحمد لله مع ذوك الجرعات وفيها الاحشاب وكلشي الحمد لله تحسنت
خاصها حاجه قليله بصح الحمد لله يا ربي بارابول اللي فاتت نحمد ربي ونشكره الدكتور هاشمي والله يكثر خيره. وغادي نقول للناس اصحابنا نقول لكم يا ناس اللي عندهم مرض هذا تاع الساحر ومسو وكلش قلتها ما كان له ما يقدا يعير صحيح عند الطب وكلشي ديال الطياره كيقول له ودي عندك مصران ولا على صومه يتجه الدكتور مركز الدكتور هاشمي لاخاطرش عليه يداوي بالاعشاب. الاعشاب مفيدين مليح زعما زينين لا في مس ولا في سحر ولا في المعده ولا حاجه ما شاء الله حاجه ما شاء الله. وانسان كيدير الدواء تاعه وراه ياكل فيه ويشوف روحه نضر ما يخافش يقول لك بالك نبطله بالك نحبسه لا ما تحبش هذاك يخدم في المفعول تاعه انت كي تحبسه سيتو اللي فيه المس هذاك المس كيشوفك تاكل بالجرعات يدير لك واحد الصوالح يدير لك واحد التسويه يدير لك يقلقك منه يخوفك يقول لك ما تاكلش راه يضرك راه منه هو لا هو في ذاته راه مريض هذاك المس في ذاته راه مريض كيما واحد من صغير عليه في ذاته وينضر كنت واخر يدك ما ينضرش هكاك المس يدير لك واحد الاعراض لا تحصى يدير لك واحد الاعراض لا تحصى كي يدخل في بنادم في كرشاه ولا في الدات تاعه في الجسم تاعه يستقر يدير لك اعراض لا تحصى. انسان ياكل الدواء تاع الهاشمي ويتكل على ربي وما يشك حتى في حيه. وواحد كيجي هنا يهضر انا ما جيت نهضر باه جابوني ولا قالوا لي ولا حاجه ولا انا فرحان بنتي من ريحت لاخاطش علاه انا جريت عليها بزاف انا من 2016 حتى 2017 كنت نرقي ما كان والو غير نرقي نوليت وليكي بكري ما يغيضني الحال عليها بزاف قلت انا نكون كيما هاك نبيع كاع صباحي تاع الدار وندوي بنتي. رب الكريم توجهنا وجاب لنا هذا الدكتور هاشمي الله يكثر خيره والطاقم تاعه اللي يخدموا معاه في الاحشاب الله يسترهم والله يغنيهم والله يقدرهم وان شاء الله يا ربي هادو الناس اللي يسمعوا فينا ولا احنا ما ناش نديروا معرض ولا حاجه ولا احنا نهضروا على المرض اللي كان فينا احنا كون قعدنا مع الطب ما نديروا والو اختي علاه ماشي حاجه تاع طبيب هذه. والانسان اللي يقول لك اودي هذا الدواء ما يساويش ولا يجرب ويشوف سيدي ما خسر والو انت تجي تشري دواك وتجرب جرعه الاولى تبان فيك تعرف حب التحسن تاعك لا فيك مس ولا ما يبقاش فيك هذا المس حمنا واعر صعيب بزاف يضر بنادم بزاف ما يخليه يخطر ما يخليه ياكل ما يخليه يتمشى يميز واحد يقول يتمشى باه ينوي باه غدوه يغدى هذيك البلاصه ما يخليه هذاك المس راه فيه ماشي فايق به يقول لك راه يضرني راسي راه يضرني يغدى شي باراستامور لا إذا يغدى يرقي ويشوف من يغدى يرقي يغدى يجي عند الدكتور هاشمي حاجه ما شاء الله حاجه ما شاء الله ياكل الدواء تاعه ويشتغل الدواء تاعه ويدير الرقيه الشرعيه تاعه يعطيها لك وتكون تصلي وتكون ثاني انت تصلي وتضرب وقتك تاع الصلاه والله لا ريحت. انا بنتي كانت في حاله اللي ما شافهاش يقول لك هذا راه يهضر انا نحكي لك على الوضعيه تاع البنت تاعي كي كانت ما شاء غادي نقول لك كي نهضر لك تقول ماشي بصح بصح انا نقول لك بلي بصح كانت مريضه في امين من 2017 ما ريحتش كي جينا عند الدكتور هاشمي كومونسينا في الدواء تاعه الحمد لله رانا في الجرعه العاشره ويساعدونا مساكين هنايا في المركز وهران يساعدونا بالبزاف مساكين عندك ولا حاجه ولا يعيطوا لك بالتليفون ويسقسوك وشي هذه البنت الله يحفظها ثاني ما شاء الله انسان حنا لحقنا على الجرعات الحمد لله يا ربي الحمد لله ونشكره المرض اللي كان فيها انسان يتوجه الدكتور هاشمي عندك مرض عندك حاجه انسان ما يستهزاش على روحه يدير لي زراني يستوعه ولا ما فيش حياه تاع طبيب يولي وكاع حياه تاع طبيب وعنده اعشاب عنده دوك المصران يكون يضرك ولا حاجه ولا الاسطومه تاكل الاعشاب تريح على ما ترياش انسان يتكل على الله ونطلبوا ربي هذا الدكتور هاشمي الله يزيده علم لا علم والله ان شاء الله يا ربي يطول في عمره وان شاء الله الطاقم تاعه كاع اللي راه في الداخل وفي الخارج اللي يخدموا برا ولا في المركز في العاصمه واللي راهم في وهران هنا الله يسترهم والله يكثر خيرهم على خاطرش عليه مع الناس يعاونوا الناس وتبرب الدواء تاعه ما خير تقعد تامره تقعد تتلاوح ما خير تجي عنده وتاوي روحك وراه المشكل انسان يداوي طب الاحشاب طب الاحشاب البكري وقت الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم كان غير ديك الورقه تاع السدره يديرها في الماء ويرقي الماء ويديرها في الماء سبع حبات قيسوا بالماء ويشرب هذيك ورقة السدرة احنا نحقروها شوها في الخلا نقطعوها نقيسوها ولا وهي لا هذيك تقلع الميكروب شاولا يكون واحد عنده علم كما الدكتور هاشمي عنده علم بهذا الطب الاحشابي عنده كما نقولوا متين يخدم لك الدواء تاعك بالمقادير الانسان ما يشربش الدواء غير هكا ولا يقول لك انا نشرب لك العشبه ولا عنده الدواء تاعه بالمقادير سجل عنده تخلص يجيك الدواء تاع الدار ما تنغبن ما والو تاكل الدواء تاعك وتريح قدره الله والنبي رسول الله تريح انسان هذا ما نطلبه
والله يحفظهم والله ينصرهم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم. وانت راع الاول وبالنهايه والخير.